وصلت اول واحد. ما طبيعي اوصل اول واحد، مش جايب سكوتر؟ ده فارس عمارة هيتفاجئ. ايه ده فارس؟ ايه فيه؟ انت جبت سكوتر زي بتاعي؟ هو ده بتاعك؟ اه. يلا بينا، احنا جبنا اتنين زي بعض، ده عمارة هيتفاجئ كده. ايه يا جدعان بتبصولي كده ليه؟ لا ولا حاجة. طب يلا نصور، واقفين ليه؟ يلا يلا. يا جدعان في ايه؟ لا مفيش مفيش، متخدش في بالك. بص بقى، انا عندي فرح النهارده، عايزك تروق عليا. سيب لي نفسك على ايه يا عم ده؟ دي ملايه السرير بتاعي. ايه؟ انا هعملك القصه الشهيره كابوريا. كابوريا؟ نخليها عرف ديك؟ لا لا، انا عايزك تدرج لي وتعمل لي استشوار. ايه رايك في الفينش؟ الله يخرب بيتك، تصدق انا غلطان اللي جبتك تحلق لي؟ غور يلا من هنا، يلا غور، مش هتطلع بره. شادز، طب ما نجرب. الحقني لو سمحت، انا واقف في مشكله. مع شادز كل مشكله ولها حل. انا عندي فرح النهارده ولسه. يا ساتر يا رب، ايه يا ابني اللي عمل فيك كده؟ تعالى تعالى، احنا عارفين هنعمل ايه معاك كويس. خش على المحرقه الاولى. رايح فين؟ انا كده تمام، لسه بدري، فاضل المحرقه الثانيه. ايه يا فندم رايح فين؟ لا ما فيش، بس طالع من العمليات تعبان. تعالى بس تعالى، لسه بدري. ايه رايك يا فندم؟ اللي بعده اللي بعده. لا احنا كده خلاص تمام يا جدع، يلا بينا. سيبهولي انا ده بقى، انا اللي احلق لك. ما تهدوا كده يا جدعان، وصلوا على النبي، واللي اللي حق هياخده، واللي اتقلع هيتلبس، واللي اتقطع هيتخيط. انا لا يمكن اسامح في عيني اللي اتقلعت، وانا لا يمكن اسامح في ايدي اللي اتقطعت. انام ساعتين بجزء عيون، اصحى الاقيني بعين واحده، نايم في اوضتي انا ولا في اتوبيس نقل عيال؟ وانا اصحى الصبح عشان اغسل وش الاقي دراع واحد والتاني يقولوا لي ما شفناهوش. انت وديت دراعه فين يا عماره؟ مش هنطق غير اما يقولوا ودي عيني فين، عايز اغسلها من العماره. لما تقول لي وديت ايدي فين؟ ده فيها دبله خطوبتي، وقلع الدبله يعني فال وحش. دبله ايه اللي اتقلعت؟ ده انت دراعك كله اتقلع. ده جزاتي يعني ان امنتك على عيني؟ ده انا كنت دايما بقول لك عناية ليك عناية ليك، افتكرتني بسلفها لك. طب ما انا امنتك على ايدي، وما كنتش بروح مشوارة لما اقول لك ايدك على ايدي، وانت طلعت خاين وما رجعتهاش. احنا عايزين نحل الموضوع مش نعقده. اشهدك شهادة حق حمودة، وانا هشهد بالحق. ولو كدبت يا رب تشوف بعين واحدة زي ما انا شايفك دلوقتي. هتعورني ليه؟ ما قلت لك هشهد بالحق. امبارح وانا واقف على الناصية لما البت مديحة عدت، انا عملت ايه؟ غمزت لها. دلوقتي لو مديحة عدت انا هغمز لها بايه؟ اغمز لها بعينك التانية. ملهاش في الغمز زي العين اللي اتقلعت. طب انا كمان هشهدك يا عم حمودة، ولو كذبت الاقي دراعك اتقطع نسال نسال زي دراعك. حرام عليكم يا جدعان، عورتوني وقطعتوني وانا قاعد وسطيكم. امبارح وانا معدي بخطيبتي في الشارع كنت عامل ازاي؟ كنت منجشها. دلوقتي بقى هنجشها ازاي؟ هنجشها بايدك التانية. لا يا عم ما ينفعش، اصل انا متعود ابقى انا في اتجاه العربيات. اخر تحذير يا ابني انت، عينيا ترجع لي قبل الساعه 7 بالليل. اشمعنى يعني قبل الساعه 7؟ عشان عندي ماتش والفرقه كلها مرهنين عليا، مش هنزل انا الفرقه بعين واحده واجيب جون في نفسي. وانا دراعي يرجع قبل الساعه 9. اشمعنى الساعه 9 انت كمان؟ عشان الساعه 9 ونص انا عندي ماتش بوكس، العب ازاي بايد واحده؟ اصد بيها دي ولا اضرب بيها؟ يا جدعان بطلوا هزار بقى ورجعوا الحاجه اللي انتوا خدتوها من بعض. يرجع لي عيني الاول. تديني دراعي ارجع لك عيني. هو فين برسوم يجي يحل معايا المصيبه اللي انا فيها دي؟ ابرسوم مش هيسمعك. ليه؟ ودانه معايا شايلها هنا. يا جدعان انا قلت 100 مره اعضاء الجسم مش للعب والهزار. انت بتهزر معاهم ليه؟ عاجبك كده؟ اهم خدوا ودنك. مش هيرد عليك. ليه؟ لسانه معايا. الله يخرب بيتكم، طرشتوه وخرستوه. انا قايم رايح اوضتي. سلم نفسك وارفع ايدك، كنت عارف انك عايز تعمل عملتك وتهرب عادي. انا والله ما سرقت حاجه، انا يا دوب كسرت الباب. وبتكسر الباب ليه؟ مش كنت ترن الجرس؟ ما كانش فيه جرس. كنت تخبط على الباب؟ ما انا خبطت ما حدش فتح. ليه؟ هي الساعه كام بالظبط؟ 12 بالليل. وده وقت حد يسرق فيه؟ امال اسرق امتى؟ كنت تفوت علينا الصبح يا اخي. وانا جاي ابيع لبن. هو مين اللي حرضك على كده؟ صاحبي. فينه؟ في التلاويت. بيعمل ايه؟ مستني الميكروباص. طب خليك هنا، اوعى تتحرك على ما اجي. سلم نفسك وارفع ايدك فوق، انت مقبوض عليك متلبس. طب استنى لما البس. بسرعه انجز. طب ممكن يا باشا لو فقره زلك جيب لي السويت شيرت بتاع من الاوضه. معلقه على الشماعه ولا رميه على الارض؟ حطه في الدولاب. سلم نفسك وارفع ايدك. هو انت مش حافظ الا الجمله دي؟ وطبعا بتلم شنطه هدومك عشان تهرب. ايه ده؟ عرفت منين؟
ايه يعني يرضيك اهرب من غير ما اخد هدومي؟ السويتشيرت ده بتاعك؟ لا ده بتاع برسوم صاحبي. وانت يرضيك تاخد حاجه مش بتاعتك؟ ما واخد الشراب بتاعي ما قلتلوش حاجه. خليك هنا اودي له السويتشيرت بتاعه واجيب لك الشراب بتاعك. هو الشراب لونه ايه؟ فحلقي. طيب اثبت مكان. هو راح فين؟ يكون غطس في القعده عشان يهرب؟ لا بس القعده ما تكفيش. خد السويتشيرت بتاعك اهو، هات الشراب بتاعه. مش معاه غير فرده واحده. الفرده الثانيه فين؟ فارس كان لابسها في وشه لما كنا بنسرق الفيلا. اه صحيح، ده انتوا حراميه. سلم نفسك وارفع ايدك فوق. طب اقلب العصير بتاعك الاول. انت عامل لي عصير؟ ليمون نعناع. بس انا بشربه من غير سكر. ودي تفوتني برضه. والكوبايه الثانيه دي لمين؟ دي بتاعت فارس. وانت ما عملتش لنفسك ليه؟ لا انا هعمل لنفسي سهله. طب بحط عليه شويه مكسرات، هتلاقيهم في الرف اللي فوق ده. العصير يا باشا. ماشي. سلم نفسك وارفع ايدك فوق. والله يا باشا انا ما كنت هربك. اشرب الليمون نعناع بتاعك. حبيبي يا باشا والله تسلم، الله يخليك. عملها الكلب. خليك هنا اوعى تتحرك لحد ما اجيلك. سلم نفسك وارفع ايدك فوق. والله يا باشا ما كنت اعرف. انا مش قلت لك يا حيوان تعمل لي العصير من غير سكر؟ حاطط لي فيه سكر ليه؟ لا مؤاخذه يا باشا والله ما كنت اعرف، اروح احط لك سكر وجاي بسرعه. مش هتلاقي حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاك عواد حداد ابن شداد ابن الجلاد. بقرا الكف وبشوف الطالع وبعرف الاكل السخن من السائع. تحب اقرا لك الكف؟ لا متشكر يا باشا. هقرا لك الكف واشوف لك الطالع. مش يمكن حد حاطط لك سم في الاكل ولا مزود لك الشطه؟ يا عم انا اللي قال لهم يزودوا سم في الاكل، قصدي شطه في الاكل. هات ايدك بقول لك عشان اقرا لك الكف. يا عم بالراحه، انت هتقرا كفي ولا هتكسره لي؟ قدامك سكه سفر كلها خوازيق في خوازيق، وحظك مهبب وكل ما تفتح في وشك تضيق. الله يعكنن عليك يا اخي. على الصبح هتلاقي معاك في محنتك اجدع صاحب واوفى صديق. ده اكيد حموده، اخويا وصاحبي اللي طلعت بيه من الدنيا، ربنا يخليه ليا. لكن للأسف هيخونك ويبيعك في أول الطريق. الله ياخدك انت وهو في يوم واحد. هيسيبك في البحر غريق، وحتموت على ايده خنيق، وهيعلق منك البت ناهد بت الحاج شفيق. يا ساتر يا رب، سيبوه لوحده، سيبوه. كمان هيعلم عليا في البت بتاعتي؟ والله العظيم لخلي يومه جاهز النهارده. وبعد كل ده هيجيلك مكسور وهتسامحه كأنه أخ شقيق. خلاص هسامحه، ما هو برضه مش هيهون عليا. لكن بعد يومين بالظبط هيخلص منك زي ما خلص على مدحت ورفيق. هو خلص على مدحت ورفيق كمان؟ ماشي يا حمودة، لما اشوفه بس. في ايه يا عم مالك؟ انا عملت ايه؟ وديت مدحت ورفيق فين يا مجرم؟ هما مالهم دول؟ ربنا يهديهم. هتشرب ايه يا عمارة؟ انا هاخد فيتامين سي عشان حاسس اني داخل على برد. اتفضل. ايه ده؟ بيستر جوافة، اصل سمعكم بتتكلموا على فيتامين سي. شكرا جدا. انت هتشرب ايه؟ انا هضرب الياف. يبقى يلزمك مانجا. متشكرين يا سيدي. ولا نديها فيتامين اي؟ عندي خوخ هيخليك تدوق. لا انا هاخد فيتامين جيم. ليمون نعناع يحميك من الاوجاع. والله هنكرر احنا عايزين ايه ونقول لك. اهدى علينا شويه بقى. ما عندكش بوتاسيوم؟ عندي ميكس فراوله وموز تشربوه انت الجول. هو ده مصري؟ ده عصير مصري فظيع وسعره في متناول الجميع، ورقم المصنع على الازازه، والازازه اخر لزازه. الشيك يا فندم. ده نزل لنا حاجات كتير قوي. خد شوف الشيك عشان مش قادر ابص. ما تقلقش يا فندم، الازازه ب7 جنيه ونص. نزل لي كرتونتين بيستار نضربهم انا وانت على الفطار. حموده معاك 1000 جنيه؟ هتعمل بيهم ايه؟ هات واقول لك بعدين. للاسف معيش. لازمتك عايز اورنيك. مش مهم، ما تلزمنيش. بالراحه ما تزقنيش يا عم، ما جتش جنبك. والبت اللي بتحبها وانت مالك بيها؟ عايزه كوتش لرجليها. خليك في حالك ومالكش فيه. عايزه طرحه وشنطه سنين. الشهر اللي فات لسه جاي. بالنسبه لست الحبايب جبت لها هديه ومصحف. صادق من غير ما تحلف. هات التليفون بتاعي شوفه جوه في دولابي. خلصت الرصيد؟ ابقى اجيب لك كارت جديد. متشكر يا سيدي. ده انا فديك بوريدي. معيش اي فلوس. رمضان جاي وعايزين نجيب فانوس. هجيبه وانا جاي من الجيزه. طب ما تدينا اجيبه بالفيزا. هدفع فلوسه كاش. يعني معاك يا بكاش. كشفتني يا ابن الايه؟ اب بالالف جنيه. هات لي معاك باتيه. بص بقى مستر سارما، انا جايبك تكشف لي على الكوتش اللي هشتريه من معتز فرشوز، وتشوفوا لي بقى اذا كان اصلي ولا مش اصلي. عيب عليك، دي شغلتي. ده انا مستر سارما بطلع الاوريجينال من وسط الضلمه. تعالى انا عايز افخم كوتش عندك في المحل، وتكون خامته ملهاش حل. احنا كوتشياتنا شكل وخامه وبتنطق الجزامه. هنشوف يا زماله. مساء التورشي، وريني الكوتشي. هو ده الكوتشي اللي انا عايز اشتريه. باين عليه الارهاق. ايه ده؟ مش معقول. دورش يا سارما، طمني انا قلبي اتوغوش. للاسف الكوتشي ده مش هينفع تشتريه. ليه بس كده؟ عشان رباطه مفكوك. حضرتك اي كوتشي بينزل في العلبه رباطه مفكوك، هو ده عيب يعني؟ ايه رايك في الكونفرسيه دي؟ الكونفرس ده ماشي كام كيلو؟ وانت بتخلص في عربيه استعمال؟ لا انا مش عارف اشتغل كده. اهدى بس عم سارما. في ايه يا عم؟ ما تسيب الراجل يشوف شغله. اتفضل شوف شغلك يا سيدي. الحته دي عيني طالعه منها وبشوف المشاهير لابسينها. الحته دي ما ينفعش تشتريها عشان رجلي مش داخله فيها. ايه قصدي؟ الكعب معليها.
اقطع دراع الراجل ده بيشتري من سوق الجمعه. لا ما اسمحلكش مستر سارما فاهم شغله كويس. اسمع كلامي، انا هجيب لك كوتش ما تعرضش في الفاترينا، هتجري بيه لحد مارينا. ينفع اطلع بيه السفينه وتمشي بيه من اسوان لسينا؟ لو كلامك صح ورينا. احنا يا فندم في معتز فور شوز من اول الناس اللي اشتغلت في الميرور في مصر وباعلى كواليتي. يعني ده مستر اوريجينال وبارخص سعر مقارنه بالجوده. وعلى كده عندكم فروع تانية؟ فروعنا في مدينه نصر ومصر الجديده وفيصل والمنيا والجيزه وغردقه وشرم ومارينا وقريبا في الرحاب. بس اكيد ما عندكمش توصيل. احنا عندنا توصيل لكل مكان في مصر ومتاح توزيع جمله كمان. عايز ايه؟ بس اكيد ما عندكمش شغل حريمي. مين دول اللي ما عندهمش شغل حريمي؟ تعالى احنا عندنا كل الترندات اللي بتطلبها كل البنات. نقي وتعالى على الحسابات. انا هاخد ده وانا هاخد ده. ايه ده؟ حاسب. شرفتونا يا فندم. انما انا يعني ما شفتكش عملت اكشن عم سارما وفي الاخر اشتريت زيك زي ده. كان تمويه يا مغفل. كان لازم نجرب الكوتش تجربه عمليه على الاسفلت. يا ابن الايه يا صايع، عيب عليك. وريني الكوتش بتاعك كده. امسك. عايز حاجه؟ صدق انت سارما بصحيح. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج المسابقات جاوب واحنا نحاسب، بين المتسابق محمود عماره والمتسابق فارس ايمن. والسؤال الاول من نصيب فارس ايمن. عدي لي الاجابات اللي هقولها ونقسم في الاخر. حاضر. ما هي اكبر معركه حدثت في التاريخ؟ اكبر معركه حصلت في التاريخ كان بين حسين اللول واشرف الدهول. اجابه صحيحه. مين حسن اللول واشرف الدهول دول؟ السؤال الجاي لعماره. ما اسم اقصر حرب على مر التاريخ وكم سنه استمرت؟ الحرب بين انجلترا وزنجبار استمرت 45 دقيقه و37 ثانيه. للاسف اجابه صحيحه. والسؤال التالي لفارس. عددان اذا تم ضربهم اصبح المجموعه 16 واذا تم جمعهم اصبح المجموعه 17، فما هما العددان؟ ده شكل سؤال تجيبه لي. ده اللي اخترع السؤال ده ما يعرفش اجابته. شكل فارس مش عارف الاجابه. السؤال هيتحول لعماره. العددان هيبقوا 1 و16. اجابه صحيحه وفوز معانا عماره. اما فارس ركبنا الحماره. الا قول لي عرفت كل الاجابات دي ازاي؟ من تطبيق سؤال وجواب، ده بيعادل 1000 كتاب. والتطبيق ده الاقيه فين؟ هتلاقي اللينك عندي في البايو. بقول لك ايه، ما تجيب 200 جنيه من الجائزه اللي كسبتها، عايز اجدد الباقه عشان احمل التطبيق. مساء الخير. شابو يا فندم. انا هشرب شاي العروس. وانا لسه شارب دي. طب مش مشارك معنا في المقاطعه ولا ايه؟ مشارك يا عم، بس انا اصلا مش فاهم هي المقاطعه دي لازمتها ايه. لما انا بطل استهلك منتج معين وانت تبطل تستهلك نفس المنتج والراجل اللي هناك ده يبطل يستهلك نفس المنتج، صاحب المحل يلبس البضاعه بقى. عبط احنا بقى. لا، في حاجه اسمها سياسه استرجاع. يعني ايه ده؟ يعني صاحب المحل هيرجع الحاجه دي للموزع، الموزع هيرجعها للتاجر، التاجر هيرجعها للمصنع، فالمصنع ما يلاقيش حد يطلب منه الحاجه دي فيوقف انتاجها وبالتالي ما يدخلش فلوس للشركه الام. واحنا بقى كده استفدنا ايه؟ الشركات الام دي هي اللي بتدعم الكيان، وبمقاطعتك منتجاتهم نكون قدرنا نضغط عليهم باقل الامكانيات وعرفناهم ان احنا معترضين على اللي بيحصل ووصلنا صوتنا. يا ابني الكلام ده في دماغك انت بس. اكيد يعني مش الكنزايه بتاعتي هي اللي هتعمل الكلام ده كله. لا طبعا بتعمل. شوف الشركات اللي قطعناهم الاسهم بتاعتهم كل يوم في النازل، لو ما كانش حد قاطع ما كانش كل ده حصل. حصل، انا متابع الموضوع اول باول وفي شركات بدات تقفل فعلا. قول له. بس هو كل ده كفايه ولا في حاجات تانية نقدر نعملها؟ ربنا مدي كل واحد امكانيات. يعني انت لو صحتك كويسه ممكن تتبرع بالدم، وممكن تتطوع يوم في الهلال الاحمر، وممكن كمان تتبرع بفلوس. والاهم بقى من ده كله السوشيال ميديا. ازاي يعني؟ ما هم بيستخدموا الاعلام بتاعهم عشان يداروا بيه على جرائمهم، فاحنا لازم نوصل اللي بيعملوه للعالم كله، وده بيجيب نتيجه كبيره بدليل المظاهرات اللي شغاله بره دلوقتي. معاك حق. حس كده بقى، انا بكره اجازه هطلع على الهلال الاحمر. هات لي سيناكولا بقى دلوقتي. سيناكولا؟ عايزين سيناكولا يا مصطفى. يا اخي شفطه.